الموضوع مش موضوع طبيخ بس على فكره، والست من وجهه نظري انها لازم تبقى يعني لقب ست، لازم ما تبقاش بس مجرد ان انا هبقى عامله ميك اب ومتزوقه ونازله وخارجه وطالعه، لا هو الحقيقه ان لازم الست تبقى بقدر المستطاع انها تبقى ست ناجحه وشاطره في البيت وادارجيه في بيتها وتبقى ست بيت ومش طبيخ بس، نظافه اي حاجه. يعني على قد ما نقدر انا بشوف ان هو ده من ميزات المراه، مش مجرد بس الشكل الخارجي، لازم في بيتها تبقى ست بجد.